المدنيين مالك بالهبيلي هكا فوالا سي محمد ومالك باش نستدعاكم للغوبورتاج اللي حضرت هنا زميلتنا سوار خلينا نسمعوا مع بعضنا وبعد نرجعوا للتعليق ديجا تنجموا تشوفوه في الاكران اللي بحذنا يلا نسمع معتمدية سيدي الهاني من ولاية سوسة أكبر معتمدية في الجمهورية تبعد 25 كيلومتر على سوسة وتتجاوز مساحتها 26% من مساحة الجملية لسوسة عدد سكانها يبلغ 13,505 ساكن حسب التعداد السكاني لعام 2014 مشاكل عديدة في المنطقة اعتبروها متسكنيها منسية غياب الإدارة زاد من معاناة متسكني المنطقة اللي يضطروا باش يتنقلوا 20 كيلومتر باش يخرجوا أوراق ويقضيوا حاجيتهم وحتى بعد تركيز المجلس البلدي الوضعية في سيدي الهاني هي حالة الطرقات وسط الأحياء الطرق الرئيسية المفترقات حالة كارثية إلى جانب غياب التنوير في بعض الشوارع وحتى في الطرقات الرئيسية اللي يتسبب في حوادث قاتلة النقل نقل ترانسبور شوي عاملين نوز نقل ريفي نقل ريفي عباد رقم 50 بشر 60 رغبة رغم تعيشين في كيس يستولين نقل ويرجع ماهر ناشط بالمجتمع المدني من متسكنين منطقة سيدي الهاني المركزية عندنا نقطة في شارع البيئة اللي نقطة يشكين عليها برشا وسيدي جا عندي فهدي شارج شكيت البلدية ما ديما راكح في وسط الكياس في الصيف تعمل في الناموس في الشتاء امشي تو اعمل عليها طلة وشوف كيفاش هذا دي شارج لا حياتي لمن تنادي بلدية مش موجودة طرقات في سيدي الهاني ما فماش هك تشوف حالة كارثية طرقات ما فماش تصب شوية مطر ما عادش نقدر نتعدى مش تم الصيانة ما نتلها والماء مسيب انا عند الحانوت ما نجمش نجي نخدم تصب مطر ما نجمش مثلاً. أول ما يثير التساؤل وقت تدخل سيدي الهاني غياب وجه البلاد النافورة اللي في المركز مكسرة والمنظر ما يحيلش على أنك في مركز منطقة ما عندناش بصراحة حاجة تيرون في وسط البلاد ما عندناش حاجة تدل اللي أنت داخل المنطقة السكنية فهمتني وعدونا وديجا الوعود موجودة تو طرحت ديجا في الجلسات السابقة أنه مش يتم تهيئة وسط البلاد مشكل النظافة من المعضلات الكبيرة واللي زاد من تفاقمها مصب الفضلات اللي ما يبعدش برشا على الأحياء السكنية المصب هذا ساهم في طمس معلم أثري عنده رمزية نحكيه على الحجرة المقلوبة اللي نفايات شوهتها وطفيها دخان الفضلات حكم معناش مصب مهيئ يجريوا عليها عنا سنين تويك البلدية الحل الوحيد اللي تلقاته هي أنه تخو أرض أرض موجودة في وسط تجمعات سكنية في وسط أراضي فلاحية وفي منطقة أثرية معناتها تصب فيها البوبيل كل يوم معناتها وتتحرق معناتها هذه اللي فوق الوحيد اللي تنجم تعمله ترجع الريحة معناتها ريحة توكسيك كل يوم ترجع على الأهالي تتسبب في أمراض تتسبب في مضرة معناتها كيما نقولوا للعباد للنبات للحيوان مشاكل عديدة ومختلفة إجماع على أن البلدية ما سلطتش الضوء على النقاط المهمة وعطات وعود ما نفذتهاش فهل أنه عام 2020 معتمدية سيدي الهاني بشترى النور؟ معتمدية سيدي الهاني بلدية سيدي الهاني هي البلدية الأولى اللي نخدموها عام 2020 كما قلنا بحضور سيد رئيس البلدية محمد جليتي ومالك بالهبيلي ناشط بالمجتمع المدني سي محمد تعليق على الغوبورتاج لا يا أولا شكرا لإذاعة نجمة فام بالمناسبة بحلول السنة الإدارية الجديدة إن شاء الله عامكم مبروك يعيشك وعام كل الشعب التونسي وكذلك أهالي سيدي الهاني بصفة عامة يعيش كل عام تحايب خير زيدك كيف نسلم على أهالي سيدي الهاني الكل برشا نقاط أثرتها زميلتنا سوار في الغوبورتاج على أهمها صيانة الطرقات الأمطار كي تصب العباد تولي معاش نجم تتنقل حتى باش تمشي تخدم على رويحة ما فماش غياب الإدارة الشباك الموحد واللي هو معضلة كبيرة اليوم في سيدي الهاني نحكي وزيدا على غياب البنوك ما فما حتى فرع للبنكة في سيدي الهاني بخلاف هذا فما مشكلة كبيرة في النقل واضح والله أنا نضم صوتي برسكليهم في كثير من المواضيع وربما الطلبات والملاحظات اللي ثراها الإخوة المجتمع المدني ومواطني سيد الهاني ربما قليلة وخلاو برشا حوايج احنا انا نكلمك كمواطن قبل ان اكون رئيس بلديه يعني انت بحضرنا اليوم حاضر كرئيس بلديه سي محمد واضح واضح فما حتى مشكل واحنا مستعدين للاجابه كرئيس بلديه او كمواطن وما عندنا ما نخبيه وبقدره الله السميع العليم سيد الهاني هي معتمدية مهمشة سيد الهاني هي معتمدية ريفية ذات طابع فلاحي نحكيه كمعتمدية كما كنت تحكي أنت تمثل بالضبط 26% من مساحة ولاية سوسة هي معتمدية تنجم تقول بوابة الساحل من الجهة الغربية نقطة عبور من الشمال الغربي إلى الساحل سيد الهاني تفتقر شو نقول لك أنا لكثير من المشاريع ومن الإنجازات ولأبسط ضروريات الحياة
كيف نحكي ونبدأ بالمجال الصحي اللي هي حق لكل تونسي في المجال الصحي ناخذ مجال الصحي سيد الهاني كونها تعاني من غياب خدمات الصحة نجم تقول شبه من عدمة نظرا لكون عنا مستوصف محلي لا يليق يعني يسكر قبل الوقت ما ندخلش في المشاكل هذه يسكر قبل الوقت وهو يسكرش أنا هذه ماهيش مهمتي من نوع هذا مهمتي هو كونه المستوصف كونه ناقص نجم نقوله ناقص برسونال ناقص عتاد كذلك نظرا لكون المعتمدية شاسح و 15 ألف ساكن ما نجمش يلبي لهم حاجة احنا في حاجة ضرورية وطلباتنا متعددة وملحة منذ مدة طويلة كونه بإحداث مركز للصحة الأساسية بسيدي الهاني وهذه حاجة ضرورية نظرا لكون المنطقة منطقة عبور كما حكينا وجي بي دوز والحوادث كذلك الحوادث تنجم تقول خلف الحوادث المرورية هناك بعض الحوادث في نطاق حول في الصيف من الحشرات من اللسع من برش حوايج سي محمد لحظة لهنا باش نقاطعك في الموضوع هذا انتم في بعض الندوات والجلسات اللي قعدتوهم كنتوا حكيتوا على على استعجالي معناها احداث استعجالي بمنطقة سيدي الهاني وفما حديث على انه حتى الاعتمادات نتاع الاستعجالي هذايا مرصودة هذه الإجابة اللي نتلقاو فيها وأنا شخصيا تمنيت رانا نسجل في تدخلاتي في الولاية أو تدخلاتي مع السادة النواب أو تدخلاتي في الإعلام كوني ديما ونطالب وكوني نطالب بشراسة على مصالح منطقتي قبل كل شيء ومشكلة الاستعجالي كونه تجي تحكي من هكا يقول لك الاعتماد ذات موجودة لكن الأرض غير موجودة إيه هذه المنطقة اليوم ما نجموش شوية شوية نجمو ندبروا أرض نجمو نتصرفوا في أرض تبارك الله أنت قلت معناها منطقة كبيرة برشا سيدي الهيني معتمدية كبيرة برشا نحكيوا على منطقة فلاحية نجمو نلقاو أرض ذولي ماهيش صعيبة برشا ولا والله, في موضوع والله بالمناسبة في موضوع الأرض أنا عبر إذاعتكم أنا نوجه نداء للسلطة المركزية خاصة كوني بلدية سيد الهاني تفتقر إلى رصيد عقاري إلى مدخر عقاري متر ما نكسبوش كبلدية سيد الهاني متر مربع ملك بلدية ما نكسبوش وأنا حاليا عملت مراسلات وعملت اتصالات وطالب كوني منطقة وزارة شؤون وزارة العدل عفوا تمنحنا تعطينا تخصيص 40 هكتار كونا الأربعين هكتار هذية نحب نتمتع بها كبلدية وكمعتمدية لإنجاز بعض الإدارات مثل دار شباب نادي طفولة دار ثقافة بلوتوس يا محمد دار شباب موجود دار ثقافة عفوا دار ثقافة نادي طفولة نقلة السوق الأسبوعية من مكانها لكون يتمثل مشاكل كبيرة مشاكل مرورية الطريقة الرئيسية هي تجي على الطريق عجي بيدوز لكن تعتبر عبارة نقطة سوداء نظرا للتراكم يوم الخميس يوم السوق الأسبوعية كذلك قرب المعهد الثانوي من السوق يمثل السوق وجوده بالموجود بجانب المعهد يمثل قلق وإزعاج لأبنائنا التلاميذ وأنا طالبت ومعنا مطالبي موجودة في الولاية طالبت الإدارة المركزية كونه في كون يمنحونا 40 هكتار هذية كرصيد عقاري نتوسع فيها ونحذف فيها بعض الإدارات المفقودة في سيد الهاني لكن الإجابة إلى حد الآن لم أنتظرها كذلك نتعداو بالمشاكل اللي تحكي لي أنت كون افتقار سيد الهاني إلى شباك موحد شباك إداري موحد كون يفض مشاكل المواطنين سين بشيخو تمبري أو توصيل بطاقة التعريف يتنقل إلى مدينة مساكن يخسر 5000 مصاريف نقل خلف مصاريف أخرى خلف ضياع الوقت خلف كونه يزيد ياخذ تمبري يعني يتكلف له باش ياخذ تمبري بطاقة التعريف يتكلم ما يقارب 12 دينار خلف ضياع الوقت هنا تونا ما وجب الآن هو إحداث شباك موحد بسيدي الهاني كدار خدمات غياب الثقافة كما كنا نحكيه كوني سيدي الهاني في حاجة لدار ثقافة قبل ما نوصل للثقافة وقبل ما نوصل للرياضة وقبل ما نكمل تو نحن نحكيه على عام ونص تقريبا من الانتخابات البلدية ومن تنصيبك أنت كرئيس مجلس البلدي واضح. إلى حد اليوم علاش الطلبات هذه رغم أن أنت عندك وعندك فكرة على المنطقة بالبي علاش التو باه أنت مشيت بيه للسؤالات تسألتني على السبيطار من الجن ما بديتش انت بديت لي بالسبيطار وبالخدمات وبالناقصين حاضر باش توا نتجه باش تحب نجاوبك على البلدية
الله يبارك جاوبوك على البلدية بكل شفافية وبكل صدق. خاطر المطالب نجم نحكي فيهم مع مالك بعد شوية يعرف المشاكل، احنا بتبيعتنا نعرفوا المشاكل. رئيس البلدية اليوم سؤال اللي نجم يتسألك علاش التو احنا انتخبناه كمواطنين ولا اهالي سيدي الهاني عام ونص اليوم المجلس البلدي موجود، شنو اللي عملتوه؟ كبلدية احنا كمجلس انتخبنا وقع تنصيب المجلس البلدي في 26 جوان 2018، نقولوا بداية جويلية 2018 بي. مجلسنا يضم 18 شخص. الحاجة الثانية هي كوني ماهيش لو اما كون احنا ورثنا تركة في بلديتنا، كوني تركة نجم تقول سلبياتها اكثر من ايجابياتها. بلدية هي معروفة كوني من أفقر البلديات اللي موجودة في ولاية سوسة بحكم غياب بعض المصالح، بحكم كون الميزانية ضعيفة، بحكم نقص في الموارد البشرية، بحكم نقص في الاعتمادات لوسائل النقل. هنا كي نبدأ نرجع للربورتاج اللي حكيت عليه انت، نبدأ بالمشكلة بالمشكلة، نحكيه على مصب الفضلات، هو مصب عشوائي محدث من قبل ما يجي مجلسنا. كوني الحل الوحيد باش كون نلقيه بالفضلات في المجمع هذايا عشوائي صحيح. طالبنا حاليا نحن بصدد إنجاز مركز لتجميع النفايات إن شاء الله سيرى النور قريبا في بداية 2020. احنا بدينا في 2020 نورمال ما 2020 بدينا فيه عنا ثلاثة ايام اي كهو ما دخلنا في 2020 بداية 2020 دخلنا سيبون، لكن احنا مربوطين بالوكالة اللي كوني إن شاء الله الدراسة تمت ووقع تخصيص قطعة أرض في المنطقة الصناعية وإن شاء الله سيقع إنجاز المصب ذايا المركز تجميع النفايات. صحيح المركز المصب الموجود هو عشوائي، صحيح يمثل خطر على البيئة، أما كوم يعمل بلدية تستعمل فيه استعمل به. قل لي أنت، نحب نعرف أنا إحنا هما وين مش نمشي، وإذا كان من 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 عنديش المصب هذايا كيفاش مش نعمل أنا بفضلات هذية وين مش نصرف به. احنا وما لقينا الاخر المصب العشوائي اللي احنا وصلنا فيه وما عنديش حتى طريقة اخرى، يا نهز الفضلات ونرميها في المصب يا خلي الفضلات في الشوارع. الاجدر هنا سي محمد تمتنع انك تهز الفضلات نتصور. نعم تمتنع انك تهز الفضلات نتصور اجدر كيكة تولي تحط المسؤولين قدام يعني المسؤولية بتاعها. لا عاد هنا المصب هذا معروف والسلطة الكل في بالها به، واحنا عاملين المطالب كونه لغلق هالمصب هذايا، وهو صحيح ديجا كتصب مطر احنا مجموش نتعداوا له. هنا ما نجموش يظهر لي نحط في المصب العشوائي افضل من نخلي المصب امام المتساكنين وامام، والمصب هذايا معروف من بداية البلدية وهو موجود. تقريب البلدية احدثت سنة 1994، فضلاتها تمشي المكان ذاك. ولذا احنا علاش لم يقع تقع محاسبة الناس اللي قبل، احنا وصلنا مخير اللي دونك سي محمد حسب كلامك انت توا معناتها من عام 94 نحطوا الفضلات في المصب العشوائي ما لقيناش حلول من 94. اذا كان انت اليوم كمجلس بلدي منتخب باش تواصل في نفس الحل اللي هو ترقيعي حسب رأي دونك حتى 2030 باش نقعدوا نصبوا في المصب هذاك ما دام فما حل. انا سبق وجاوبت خاطر اغزر لي من 94 راهو اغزر قداش من رئاسه بلديه نيابه خصوصيه والمجلس بلدي اليوم انت مجلس بلدي منتخب باش تواصل في نفس الحلول الترقيعيه تاع البلديات اللي قبلك. انت تعرف انا ديجا سبقا جاوبتك وقلت لك ان شاء الله بقدره الله بدايه 2020 هذايا مش يبدا الانجاز، مش نبدا الشروع في انجاز المجمع نتاع الفضلات هذايا في المنطقه الصناعيه باش تبداو في 2020 وقتاش باش تبداو تستغلوا فيه؟ لا هذايا مربوط مش مربوط بي انا، مربوط بالوكاله اللي هي الوكاله. تتصور انت ما تحركتش من 94 لتو باش تحرك في 2020؟ احنا حركناها ما تحركتش صحيح، وعملنا زوز جلسات في الولايه وعملنا زوز جلسات في بلديه سيد الهاني وانطلقت الدراسه بقدره الله وديجا وشخصنا المكان وعايناه وسيقع مش نبداو في الانجاز نتاعو بقدره الله السميع العليم في 2020، وهذا الوعد اللي تلقيناه. نقعدوا في الوعود سي محمد. تفضل. انت مترشح على حزب نداء تونس في الانتخابات البلديه هكا ولا؟ من بين الوعود اللي قدمتوها في اطار الحمله الانتخابيه نتاعكم انت ولد المنطقه بيان سور وتعرف الامكانيات نتاع البلديه نتاع سيدي الهاني، صحيح. من بين الوعود قلت تطوير المنطقه الصناعيه،
والمناطق الحرفية، تنسيق لنهوض بالقطاع الفلاحي وتطوير الحركة التجارية ونقلة السوق الأسبوعية. صحيح. هذوما الأربع نقاط هذوما شنو طبق منهم، شنو اللي ما طبقش، وين وصلوا حتى كان أنكور معناتها قاعد، وين وصلوا مثلا نسبة إنجاز هالوعود هذي؟ باهي، بالنسبة ناخذوا نمشي الوعود تطوير المنطقة الصناعية مثلا. المنطقة الصناعية احنا عملنا دراسة توا لتطوير المنطقة الصناعية من ناحية، من ناحية الإنارة العمومية، من ناحية إعادة البنية التحتية متاع الطرقات اللي موجودين فيها، وعملنا دراسة ب 300 مليون وبالتنسيق مع وزارة التنمية، وكونا اتصلنا بالسيد الوزير سابقا زياد العذاري وخذينا منه وعد كونه مش يساندنا ومش يعاوننا بوعدنا. زياد العذاري مشى على روحه، مشى على روحه من الدوله تتواصل، مش مربوطه بزياد العذاري. زعم الوعد يقعد مع الوزاره الجديده. والله انت خاطر قلت لي خذينا وعد من زياد العذاري، ما قلتليش من وزاره الوعد كتابي عندكم معناتها حاجه موثوقه، خاطر الوزاره هاك تشوف كل نهارين ثلاثه يتبدلوا وزير، نجم ناخذ وعد شي فيه. لكن الدوله مش مربوطه بالوزراء، الدوله عندها ديمومه، ديمومه الدوله كون يتواصل القوانين والسلط والمشاريع تتواصل باختلاف على نقلة الوزراء. ما نوافقكش برشا في الرأي ذي، على خاطر نشوفوا احنا حتى في حاجات اخرين ابار سيدي الهني، كل ما يتبدل وزير تتبدل معه الاستراتيجية ويتبدل معه البيرسونيل وتتبدل معه الاولويات. احنا ماذا بينا زياد العذيري ربما من اولويات وقتها باش يلقى حل في سيدي الهني، كي يتبدل الوزير واللي عنده اولويات في مناطق اخرى. ما فما حتى مشكلة، احنا مشروعنا ماشي في النسق نتاعه، دراستنا وقعت، قمنا بالدراسة مع الشركة التونسية للتوزيع والاستغلال الكهرباء، عملنا معها دراسة، قمنا بدراسة، طالبونا بدراسة كذلك. معناتها قعدنا كان في إطار الدراسات. اسمعني نجاوبك بكل صراحة، وماهوش راهو هنا باش تقع محاسبة رئيس البلدية أو محاسبة أي مسؤول، نحكي على موقعي أنا. محمد هو أنا كلمة محاسبة، أنا المنطقة راي منطقتي. سامحني سي محمد باش نوضح لك الكلمة، ماهيش محاسبة، هو تقييم لعمل مجلس بلدي من هارت اللي تم انتخابه وتنصيبه حتىكش لليوم، ماهوش محاسبة، له دوري باش نحاسبك وله دور الموجودين لهنا كل باش نحاسبني، أما باش نقيموا العمل نتاعك أنت شخصية عامة، تم انتخابك من طرف الشعب، الشعب اليوم وسائل الإعلام تحب تعرف سي محمد اللي تم انتخابه رئيس مجلس بلدي في سيدي الهني، الوعود اللي قدمها في حملته الانتخابية وين وصل بها؟ هاني جاوبتك، قلنا لك المنطقة الصناعية حاليا قاعدة في طور الدراسة، عاملين دراسة ب 300 مليون وإن شاء الله المنطقة الصناعية قاعدة في طور الدراسة. يودي احنا الدراسة الخمتين عملناها، الدراسة توا عملناها راهو عندنا توا حكاية ثلاثة وأربع شهور التالي. علاش التأخير هذا؟ علاش التأخير؟ على خاطر الاعتمادات وإمكانيات البلدية. احنا وقت دخلنا البلدية ما كناش نعرفوا شنو اعتمادها وشنو، والنجم نقول لك كوني حاجة هذية للبلدية، راهي بلدية سيد الهاني من البلديات تنجم تقول الضعيفة وأكثر في بلديات. قداش الميزانية اليوم؟ حاليا تو ميزانيتنا احنا مليار ان شاء الله و858 بما فيهم يعني مليار و217 بالنسبه للتيتر ان و641 للعنوان الثاني تيتر دو. كي نعطيك نسبه التاجير نتاعي انا اللي عندي 556 مليون هذوما للتاجير، يعني معناها اشتر الميزانيه نتاع البلديه ماشيه حاجه معروفه. هو القانون ايش يقول لك؟ ديجا القانون يقول لك كوني من 47% الى 50% لازم تكون نسبه التاجير نتاعك ما تفوتهمش، وهذا اش خلانا احنا رغم ناقصين موارد بشريه وما نجمش ندخلوا في الانتداب. انا وكان نقول لك بلديتي قداش فيها تو بلديه تسمع بلديه سيدي الهاني كامله واعضاء المجلس البلدي نتاعها 18، يعني بلديتي تضم 26 فرد بما فيهم خمسه اطارات و21 عامل بما فيهم السواق والعملة والإلكتريسيان كل... تفضل. 560 مليون معناتها 26 واحد ناحية 18 متاع مجلس بلدي، معناتها في العام الشهري 560 مليون معناتها بريسك 18 واحد. هذه معناتها 21 عامل، قلت انت شهريهم 21 عامل وخمسه اطارات، اي شهريهم 560 مليون، اي 500 من بريس 5 في العام بما ينحم بشهريهم. ما لازمهم معناتها اي بيان سور، شنو نقولوا الشهريه ما فيهاش منحه انتاج وما فيهاش هذا كلام. احنا باش نوصلوا في الحديث معك سي محمد ومع مالك زاده،
برشا 21 عامل 560 مليون بالحق كانت تنجم توجه وانت عامل 560 مليون على 21 شهر ميزانية تمشي في 21 عامل برشا تقريب التأجير رو ماهوش المجلس البلدي أو رئيس البلدية هو اللي يقول فلان يخلص أو فلان احنا عنا ترتيب وعنا سلم نتبعوا فيه وعنا منظومات هي اللي تحدد شهرية العامل واللي شلون آه أو دي أو تروى ولذا هذا انا شخصيا او هذا الموجود لا دخل هذا الموجود لا دخل لي فيه بالنسبه قديش وين مو مليون و800 في الشهر بتاع يعني تكلف بون حسبنا اطارات وعامله مع بعضهم بيان سي اطارات وعامله مع بعضهم خاطر ثم انواع ثم كاتب عام شيخلص ثم رئيس المصلحه كاتب العام 5 مليون ما نعرفش هذايا يعني بلي شارج الكل سي موحان بكشي معناتها بلي شارج تاع ليسونس بتاع ترونسبور لا 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 تاجير لا اسمع بالله خطره هذه تو امور ثبتوا خليفه مول انا مانيش مطالب راني باش نعطيك شهريه كاتب العام امور خاصه نجمو نعرفوا ليش أمور خاصة سي محمد ماهيش أمور خاصة هذا موظف في الدولة وإحنا نجمو نعرفوا قداش يخلص مرحبا بك نعملوا مطلب نفاذ المعلومة وتجيني مرحبا معناتها مش معلومة خاصة أنت باش تعطيها مرحبا بك في الموضوع هذا سي محمد سي محمد تنجم نعم سي ملك كي نقولوا 560 مليون راهو شيفر يفجع ياسر فهمتني سورتو في سيد الهاني معناتها أنت عندنا مليار ميزانية ونقولوا 560 مليون رانا دي سالير بتاع 21 عامل وخمسة إطارات يعني احنا عملنا عمليه حسابيه على اساس انه الناس كل كيف كيف لقينا انه الناس كل تاخذ 1.8 مليون في الشهر فهمتني معناتها بون نقولوا معناتها حتى كي تقسم على اثنين باقي بالنسبه للعامل سالير يعني كما نقولوا احنا عالي شوي فهمت هذاك علاش يمكن الناس كل لا لا بالنسبه هذه تنجم متاكد من الرقم ينجم يكون الرقم لا لا متاكد من رقمي خاطر معروف ومعروفه عنه حدود معناتها بلديه سيدي الهاني تخلص كل عام 560 مليون أجور ال 21 عام ماهوش 560 مليون قديش 500 وشوية ما يقارب ال 50 مليون ما تعطينيش 600 خاطر المليون بقيمته ال 500 مشيت عكيدك ال 600 لا وحاجة هذية تنجم كما كنا نحكي وتفضل بحذايا لأن فهذه المعلومة ونعطيك كل عام اللي يخلص ونعطيك شنية منحته ومع موجود فيه خاطر المنحة متاعهم وعنا زاد عمال راو ثم عن مال في راحة طبية لا ال 21 جستمون كلهم يباشروا نعم انت تدفع في 500 مليون كل عام ال 21 عامل يباشر 26 26 عامل قاعدين يباشروا في العمل نتاعهم 26 وعنا اللي هو في راحة طبية ثم عنا ناس اكسيدونتي قداش من واحد في راحة اللي طبية اللي يخدم في راحة طبية عنا زوز اللي هما اكسيدونتي ويستناو في الريفورم الإحالة على نظام الريفورم به الفلوس هذه الكل سي محمد باش نزيدو نحكيو عليها باكثر تفاصيل وباش نرجعو زاده كيف كيف على المنطقه الصناعيه المهمه جدا يذولي في حديثنا اليوم خاصه وانه منطقه سيدي الهني ولا معتمديه سيدي الهني كانت تتمتع بالتمييز الايجابي خلينا نشوفو تمتعت بالتمييز الايجابي والا لا جوست بعد الفاصل مع الموسيقى وراجعين معكم جديد